ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ورب العزة والجلال قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلما جاء هؤلاء الرسل إلى هؤلاء القوم وقالوا لهم إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا. إنتوا ما ملائكة، إنتوا بشر. والله سبحانه وتعالى ما قال بيرسل ملائكة للناس، لكن بيرسل البشر أو يرسل من البشر أناسا هم خير الناس لأمور، منها لكي لا يترك للناس حجة. هاسي كان رسل لهم ملك والملك جدع الناس، الناس بيقولوا والله الملك ده ما بيأكل ونحن بناكل، الملك ده ما بيشرب ونحن بنشرب، الملك ده بيختفي ونحن بنختفي، الملك ده أعظم مننا في الخلقة، الملك ده بطير ونحن هم نطير. فبقولوا ما بنقدر نقتدي به، نقتدي به كيف؟ عشان كي رسل له الناس وهم خيار الناس وهم أنبياء الله ورسله. قالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. شوف وصفوا الرسل بشنو؟ بأنهم بيكذبوا، وحاشا للرسل. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. ودي رسالة للدعاة إلى الله تعالى. الكلام ما يملسوه كثير، كلام يجيبوه عديل، والله ما يملسوا الكلام. في ناس شغالين بوماستيك زي اتصل الحيطة ذاتها، انت بتضرب بوماستيك ليه؟ ده كلامك يكون واضح ليه؟ لأن الله تعالى قال، جزاك الله خير، لأن الله تعالى قال وما علينا على لسان الرسل، وإذا صح التعبير وما علينا إلا البلاغ شنو؟ المبين الواضح، بلاغ واضح بين. قالوا إنا تطيرنا بكم، تطيرنا بكم يعني تشاءمنا بكم، يعني قال له نحن بنتشاءم بكم انتوا للرسل. والتشاؤم توقع الشر، وأن هذا سبب للشر وهو ليس بسبب. قال لهم والله انتم ما تجوا الشر بي، وداسي بيقولوا للرسل، زمان بيقولوا للرسل واسي بيقولوا لأتباع الرسل، مجرد ما جيت بدعوة الرسل طوالي بيقول لك اها جده المشكلة اسي بتبدأ. إيه ما في أي مشكلة، المشكلة وين يا جماعة؟ ما في أي مشكلة، الناس تلجأ إلى الله تعظم الله سبحانه وتعالى. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. الرسل ردوا عليهم قالوا طائركم معكم، انتوا خايفين من الشر وقلتوا نحن ناس الشر، وسبب الشر، سبب الشر الشرك، الشرك هو سبب الشر، والتوحيد والإيمان هو سبب الخير. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم شنو؟ بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، أي متجاوزون في الحد. عشان كذا يا جماعة الزول يأخذ فوائد قبل ما نخش في الرجل ده. ومعليش أنا أمس جيتكم كنت مرهق شوية عيان وكذا، الله عافاني الحمد لله، والليلة جيناكم نطول شوية لكن تاني ما بنجي قريب، يتحملونا بس ناس ضيوف وماشيين. وجزا الله خير أخونا ذا الدان الميكروفون والإمام برضو، وجزا الله قال راعوا الضوابط من راعية إن شاء الله. فإيتوا بارك الله فيكم،
الناس بس تتحمل شوية. قال: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. قبل الرجل ده أعرف من القصة الفاتت دي إن الزول يا جماعة مجرد ما جاء الرسل الناس بينقسموا لقسمين، ناس بيقبلوا دعوة وناس بيرفضوها، والبيقبلوا الدعوة قلة في الغالب، وقليل من عبادي الشكور، والبيرفضوا الدعوة أكثر الناس. إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، أكثر الناس. عشان كذا الآن العالم فيه 7 مليار، الآن العالم فيه 7 مليار، 6 كفار، 6 ديل كفار مارقين شاقين دريبون أصله، باقين على جهنم ده إلا الزول الما وصلته الدعوة داري تقام على الحجة. المهم 6 ديل برا، والمسلمون 1 مليار، وفي المليار في واحدين بيقولوا نحن من المسلمين وما بصلوا ذاته، ده إسلام كيف؟ واحدين بيشربوا الخمرة ما كفار ذل، واحدين أصحاب معاصي، وفي المسلمين ذاته طرق وجماعات وأحزاب، نحن ما دارين نسمي ناس لأنه في ضوابط هيتو عندكم هنا الآن وبنراعيها. فبتلقى ذاته في المسلمين شنو؟ الناس في أشياء كثيرة جدا. فإنت كونه تعرف الحق وتؤمن به وتستجيب له إنت في خير كثير، أشكر الله عليه. قال: وجاء من أقصى المدينة من بعيد رجل يسعى. الرجل ده ما رسول ولا نبي، لكن جاي ناصر الدعوة. والرجل ده قال له 6 جمل، احفظها كويس وافهمها، بسبب الجمل دي الله جابه في القرآن ورفع ذكره وكتبه من أهل الجنة. موقف بس، لأن الدين ده مواقف، الله بيرفعك بموقف، ممكن مواقف بس في نصرة الدين. قال: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. واحد قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. دي أول كلمة تقيف معاه، اتبعوا المرسلين. أي زول يجيك ويقول لك تابع الرسل ووريك درب الرسل، ده داير لك خير. وأي زول يجيك يقول لك تابعني أنا وناس فلان وعلان، ده ما زول خير. اتبعوا المرسلين، ما تتابع أي زول. لو في قبرك ده بيسألوك من ربك؟ الله. ما دينك؟ الجواب شنو؟ الإسلام. ما في حاجة تاني. ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بيسألوك إنت طائفة تكشنو وجماعة تكشنو وكذا وكذا، ضيع زمن ساي. يتبع المرسلين، 1. 2. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. من لا يسألكم أجرا يعني أجرا دنيويا، يعني الزول ده دار الأجر من منو؟ من الله تعالى، ما دار منكم انتوا أجر. ودي برضو علامة، الزول اللي بيجيك يقول لك ابقى مع الحق تابع الرسل انا ما داير منك شيء، ده داير لك الخير. لكن اللي بيجيك ويقول لك نحن وشايل له بقجه، شايل له كيس ببيع له حاجات باغات وحطبات واوراق، ده داير قروش. لكن قال لك اتبعوا من لا يسالكم شنو؟ اجرا وهم مهتدون. 3. الزول ده سأل سؤالين، اللي هي نمرة 3 ونمرة 4. وأي زول يفهم السؤالين ديل بيفهم عقيدة الإسلام، وده بلاقي الله إذا واصل في العقيدة دي بلاقي الله على العقيدة الصحيحة في هذا الموضوع. قال لهم: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. ده ما سؤال وجيه. قال له: انا مالي ما بعبد الخلقني، فطرني يعني خلقني، يعني قال له خلقني الله يبقى بعبد الله، ولو كان خلقني غير الله كان بعبد شنو؟ كان بعبد غير الله، لكن طالما خلقني الله يبقى انا بعبد الله سبحانه وتعالى.
شكي رب العزة والجلال قال في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون إلى آخر الآية. قال لي: وانا الله خلقني يا أخي ليه ما بعبده؟ شكي رب العزة والجلال قال: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت، يا أيها الإنسان. ده خطاب ونداء وتنبيه وبلفت انتباهك لأمر عظيم. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ انت الغراك بيا الله شنو؟ الذي خلقك فسواك فعدلك، في حفص فعدلك، وفي الدور فعدلك، عدلك في أي صورة ما شاء شنو؟ ركبك. اليدين ركبين لك منو؟ الله. والكرعين ركبين لك منو؟ الله. والإذنين ركبين لك الله. والخشم والنخل كله الله خلقك. انت مخلوق؟ تنادي لك زول، الزول ذاته يدي ركب الله الله، وكرعي ركب الله الله، وزول مركب ينادي مركبا، ولا تنادي الله سبحانه وتعالى العظيم الجليل الكريم الرحمن الرحيم؟ لذلك قال: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. السؤال البعد ودي مرة أربعة، فاضل لنا اثنين بعد الأربعة ذيل. قال: أأتخذ من دونه آلهة؟ دارس ما سأل سؤال وجيه جدا. قال: معقولة أخلي الله أو أترك عبادة الله سبحانه وتعالى والتعلق بالله وأتعلق بغير الله؟ وكان الله داري ضرني، غير الله بيقدر يحجز الله؟ كان الله داري ضرك، غير الله بيقدر يحجزك؟ ماف. وكان خليت غير الله واتعلقت بالله وغير الله داري ضرك، الله بيحجزه ولا ما بيحجزه؟ بيحجزه. أنت السؤال ده ركز فيه كويس. قال: أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون؟ معقولة؟ قال معقولة؟ شكي رب العزة والجلال قال: الله يعلم، في سورة الرعد: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. البطن دي فيها رحم جوا تحت المرأة، الله خلق الجوا ده وش والنقيصة والزيادة بيعلم بها جوا، مش في واحد بلدو ناقص؟ واحد بلدو كراع عرجة، واحد بلدو زايد تلقى عنده ستة أصابعين، وبطن تمرك طفل، وبطن تيمان. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة. الشهادة ده الشيء شايفه انت وسامع به، والغيب الغاب عنك، الغاب عنك ده ما يعلم إلا الله. ما أفضل قاعد وساوي له حاجات ومولع له حاجات وقول لك أنا بعرف الرايحة هناك وبجيب لك وبسوي لك وبحوط لك، ما في الدين. أقرأ القرآن: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، ما أفتح ويط في الدين، وما يمسك فلا مرسل له من بعد. ده الله سبحانه وتعالى قال لك: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات، الله شوف تجعل لك معقبات. ملائكة، ملائكة ذيل انت ماشي في جن وشياطين وأشياء، الله حافظك وجعل لك ملائكة. له معقبات
من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. عليك الله شوف بعدها قال شنو؟ قال وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. والله كلام واضح. قال لك الله دار لو دار بك سوء ما في شيء برده، لا تربط حاجة، لا الطفل تربط لك أمون، ولا تقول دي بتاع السكين، ولا دي بتاع السلاح، ولا دي. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. بعد قال وهم يجادلون في الله. بعد يجادلوك في الله ولك الله براو يعني؟ بس نحن بس الله براو بس هاي الله براو انت دار الله وشنو يعني؟ الله براو بس ما فيش عقيد تقديم في الله براو وحده لا شريك له. وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. له دعوة الحق، دار تكون ذو الحق تدعو إلى الله وتدعو الله. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه. باسط ده يعني عديل، مسطرة يعني، يعني يده دي مسطرة، أزول قدامه بير والبير فيها موية، يغرف غرف يده دي يعملها زي الكورة، والصحن يغرف غرف، ولا يمدها كده كان مدها بتجيب موية ما بتجيب، وبعد يمدها ويجيبها لغشمه بتصل موية ما بتصل، ما مسطرة. إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. تعرف طوعا وكرها دي؟ لما يقول لك الشدة تستجيب له طوعا وكرها، يعني يعني حسنة ولا جنو ولا بالقوة كله تستجيب طوعا وكرها. وظلالهم بالغدو والآصال. بعد قال آية فيها خمسة قل، آية واحدة فيها خمسة قل، قل من رب السماوات والأرض، السماوات دي حقتهم والأرض حقتهم، قل الله دي حقت الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء، ما قال أصنام هنا، قال قل أفاتخذتم من دونه أولياء، خليتوا الله مشيتوا لأولياء، ما لنا الأولياء يا رب، لا يملكون لأنفسهم، مش ليك انت، لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. قال لك في غيري بيخلقوا لون خلق زي خلقي؟ هاسيها ده اتزوج له سنتين، وده اتزوج له خمسة سنة، ده بعد سنتين ولدوا له ولد، ده بعد خمسة سنة الجماعة بجوه، أها ما بقيتوا ثلاثة؟ لا ما بقينا، في شنو؟ أمشي لفلان، مالو فلان بديك جنة، بيسأل لك الله والله بديك جنة ولا بديك هو ذاته؟ بقول لك اديتك. إن قلت بيسأل لك الله والله بديك جنة ده ما شرك، ده نجي نتناقش فيها، أي ده ما شرك، لكن تقول فلان بدي عاين لك اديتك وديتك ده شرك بالله، مش ده؟ أي خلاص. بعد تسع شهور ده جابوا له ولد، وده بعد تسع شهور جابوا ولد. أول شيء ده ولده بعد كم؟ تسع شهور. ده ياهو ما زيد ذاته، أنت جيب لك ولد بعد شهرين عشان نشوف الفرق، أنت بعد تسع شهور كيف؟ ده
ده حق الله بعد 9 شهور، انت بعد شهرين جيبه جديد قول اي والله ده حق الله 9 شهور، لكن زولنا ده بيديك بعد شهرين، انت كذب تغنعنا، لكن ده بعد 9 شهور وده 9 شهور، ما ده ذاته حق الله، الفريق شنو يعني؟ بعدين ده عنده كم اذان؟ 2، وده عنده كم اذان؟ 2، لا معناه ده كلين حقات الله، انت جيب لنا ده عنده 3 اذنين بنصدق، نقول والله حق الله عنده اذانين وده موديل جديد عنده 3، كيف نصدق؟ لكن الشغلة ذات عينين عينين، أضانين أضانين، نغرة فيها قدتين قدتين، كرعينين كرعينين، يدينين يدين، ما فريبة، كله حق الله يا أخي. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. ولذلك يا جماعة الناس تتوجه إلى الله العظيم الرحمن الرحيم الملك سبحانه وتعالى. الجملة اللي بعدها نمرة 5 قال له إني إذا لفي ضلال مبين، أكون ضال إذا أنا دعيت غير الله سبحانه وتعالى وعبدت غير الله سبحانه وتعالى، أكون ضال. عشان كذي لو سألوك من هو أضل مخلوق، أسي السؤال لو وجهته برا للناس قلت له نضل زول منه، الناس ممكن يقول لك كلام كثير، واحد يقول لك أضل زول البيكتول، شفت البيكتول ده ما فاختر منه، واحد تاني يقول لك أضل زول على البياكل الربا ده خطير مرة واحد، واحد ثالث يقول لك والله البيغش، والرابع يقول لك البيشرب خمرة، والخامس يقول لك البيفعل، والسادس كذا وكذا، هو أضل مخلوق. قال لك الزول اللي بيعبد غير الله وينادي غير الله، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، من الليلة ليوم القيامة مستجيب، وهم عن دعائهم غافلون. انت بتناديه وهو قاعد يفطر غافل مشغول بالأكل، عشان كذا الله ما بياكل، وهو يطعم ولا يطعم. وممكن تناديه يكون نايم نايم بالليل، العربية دارت تنقلب نص الليل وانت تناديه يا فلان ونايم، لكن الله مبنوم. لا تأخذه سنة ولا نوم، سنة يعني نعاس، يعني لا بنعس لا بنوم سبحانه وتعالى. لكن غير الله قال لك وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. مش موضوع خطير؟ شكا يا جماعة الناس تتعلق بالله، ودي الرسالة دارنا نوصلها للناس، ومفروضة يا جماعة الناس كلهم يفرحوا بها، فرض أي زول يفرح بها، لأنه الله ده كريم ولأنه قوي ولأنه عظيم. انت يا أخي ليه تمش لي الله بالوسائط يا أخي؟ يا أخي الزول الليلة لو قالوا ليه في نفرين جو وقفوا في نص السوق، واحد قال أي مسكين داير حاجة يجيني طوالي يلقى باب الكبير مفتوح، واحد تاني قال أي مسكين داير حاجة يجي لفلان يكتب اسمه تاني يدخلوه علي، الكريم ياتو الأول ولا الثاني؟ الأول فتح بابه. انت أكرم في أكرم من الله؟ ليه تمش له بفلان وعلان؟ ده مش له عديل كده. قال وإذا سألك عبادي عني، هم سألوك انت للرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا سألك عبادي عني، سألوك ما قال لك قل والريون جاوب براو، سألوك بجاوبنا أنا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا شنو؟ إذا عمل شنو؟ دعاني أنا، مش دعا فلان وفلان جاني، لا لا، إذا دعاني أنا ذاتي. شكي رب العزة والجلال قال وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال وتوكل على الحي، الأحياء كتار، ممكن الناس يقولوا أحياء كتار يحاجوا بالباطل، لكن قال لك الحي الذي لا يموت، وده منو الحي الذي لا يموت؟ الله وحده لا شريك، لأنه اللي بيموت ده ضعيف، ما ممكن زول يموت يجردوا من الثياب جلابته قلعوها عمته جدعوها وجسمه شد فاضي وغسلوه وضفروا له وجيهوه
شعر ورين يقول تمام وكفنوه ثلاثة قطع طق طق وقط وحاجات وشيلوا في برش وعن قريب ودوا المقابر وحفروا المطمورة وحفروا ود اللحد ودخلوا جوا وجيبوا اللبن يرصوا الطوب طق 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 وجيبوا الطين ليسوه وجيبوا التراب يردموا فوق عرفوا الأربعة ذاته اركبوا التاتشر ولا الحافلة ولا العربية دارت انقلب يقول لا الحقنا انتوا دفنتوا ده شنو انتوا لو زول بيلحق زول بيتحرك انتوا شلتوا أربعة عليه قال تغسلوا تخطوا في عن قريب يقول لا نحن ماشيين المغابر تعال نصلي عليك هناك انتوا شايلينه ليه لأنه ما بيتحرك فكيف تنا لذلك موضوع طويل الناس يا جماعة تتوجه إلى الله وتعظم الله سبحانه وتعالى آخر جملة نمرة ستة قال لهم إني آمنت بربكم فاسمعون ماذا السيا قال لهم أسمعوا عديل كذي قال لموا فيه دقوا وضربوا لما انكتلوه قتلوه خلاص مما كتلوه قيل ادخل الجنة خسران زول كتلوه خش الجنة خسران ما خسران فإنت الموضوع ده توصلوا للناس بالأسلوب الطيب والمدعو يحس إنك إنت دار بالخير وشفقان عليه وخايف عليه من عذاب الله سبحانه وتعالى ويستجيب ويقبل بالصدر الرحب ويتوجه إلى الله ويندم. يا أخي ابن النحوي قال طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا قال أنا عندي مشاكل قمت بالليل ناس نامت قال قمت فرشت المصلاية وصليت وسألت الله سبحانه وتعالى قال أبيات عجيبة قال طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد وقلت يا أملي في كل نائبة يا من عليه لكشف الضر أعتمد أشكو إليك هموما أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يد فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يرد. فإنت تتوجه إلى الله وتلجأ إلى الله. وبعدين نقطة أخيرة عشان أختم لك بها، مرات إنت بتسأل الله بيأخر لك الإجابة، ما تتضايق ما تشفق، هذه مرات تقول له الله رزق تتأخر شوية ما تشفق، ده ليه خير لله المثل الأعلى. زي واحد بيأكل في سمك، ما قالوا واحد يعني ضرب مثل، قال واحد بيأكل في سمك والسمك فيه شوك بزيح الشوكة ويأكل في اللحم، وطفله يجي جاري بيحبه يطلع الشابة يخطف السمكة يخطف الطفل ما وطوالي داري يدخله في شنو يقوم أبوه يشيله منه ويقطع له صغيرة يديه، والطفل بيجهله داري يأكله بشنو بيشوكة، واللبو ما بخيل لكن خايف على بيديه شنو صغير والطفل ما عارف فيها شوكة شغل. فإنت ممكن تسأل الله يا الله عمارة ويديك بيت جالوس بيت زاي جالوس وناي أخير لك عمارة فيها شوك إنت ما جايب خبر، عمارة دي تقفل القزاز أذان الصبح ذاته ما بتسمعه ده ما شوكة سي، لكن بيت الجالوس ده تراقد في العنقريب الأذان يجيك صلاة خير منهم بتنوط طوالي لأنه يعني ضارب الهمبريب أمورك واضحة. ولذلك عشان كي رب العزة والجلال قال وإن من شيء من هنا ما للتبعيض من للجنس يعني جنس الأشياء كل شيء، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه لكن قال لك وما ننزله إلا شنو إلا بقدر معلوم عند الله لكن مجهول لك انت، قال اداك الدائر وطوالي في شوك انت ما جايب خبر، لكن انت بديك حاجات تتحمل بس وتصبر حتى تلقى الله وهو راض عنك. والكلام يطول نكتفي بهذا القدر،
وجزاكم الله خيرا على حسن السماع. وناس المسجد ديل الله يتقبل منهم، والإمام وأخونا اللي دال الميكروفون.